صباح الخير، ومكملين معكم فاطمة العموري معنا تحضر لنا أطباق. تعودنا هيك دائما نجيب أطباق جديدة، لكن هالمرة حبينا من أكلات ستات بنحبهم وعلمونا وجداتنا، أطباق قديمة ومميزة وزاكية. صباح الخير ست فاطمة، شو أخبارك؟ كيفك؟ ثالث مرة عم بطلع معك. ثالث مرة. ثالث نابتة. حكيتي كنت هيك متعمدة إنك تقعدي مع ستات كبار وتتعلمي منهم الطبخات، صح؟ صح، يعني هيك لما بصير في حديث عن الطبخ وهيك بتكتشفي انه في طبخات زمان كانت تنعمل احنا ما بنعرفها، ما سامعين عنها، فبالصدفه حلو نرجع نتذكرها. اكزاكتلي exactly. يعني شغلات حلوه. هلا هذيك اليوم حكوها الستات قدامي وحبيتها، يعني رحت ثاني يوم طبقتها. برافو. هلا ابوي حبها واولادي حبوها، وطالما حبوها معناته اكيد يعني الاولاد اذا حبوا شيء اكيد بيطلع زهر. اللي هي زهرات القرنبيط باللحمه. بالضبط، اللي هي الزهره العاديه هذه، الزهره عليها لحمه بنلبسها اللحمه نقليها وبنحط معها خضره وبندخلها. عيني عليك، فكره جديده وجديده قديمه. مش جديده قديمه يعني. طيب خلينا نشوف المقادير لنتعلمها انا وياكم مباشره على الهواء. رح نحتاج اكيد بدايه لكيلو لحمه، بيضتين، ملح، فلفل أسود، كيلو زهرة بتكون مسلوقة نص القمع، ملح، كركم وكمون. أيضا بنحتاج لمعلقة ونص كمون، معلقة ونص ومعلقة ونص كركم، ومعلقة ونص فلفل أسود مطحون، ملح حسب الرغبة أو الذوق، وحبتين بصل مقطعين مكعبات، حبتين فلفل مقطعة مكعبات، ومكعب مرق الدجاج، 3 أكواب من المي مغلية، زيت للقلي، عصير ليمون، وبقدونس مفروم. يعني بما أنه أكلة قديمة المكونات دائما سهلة وموجودة في البيت، بس اللي بنحتاجه هو إذا مش موجودة عندنا زهرة، الزهرة نجيبها من الخضرجي. بالضبط. طيب إحنا هلأ رح نبلش عشان الوقت. يلا هيا بنا. هيا بنا. أكيد المشاهدين كلهم متصبح عليهم بيقدروا يبدوا يتواصلوا معنا على الفيسبوك. هلأ رح نضيف إحنا الزيت ونقلي البصلة. تحتاج بصل، يعني إحنا بدنا نعمل هلأ زي صلصة. يعني هي لما تكون الزهرة عليها اللحمة وهيك رح تكون حبات، يعني إحنا هلأ محتاجين نعمل صلصة. الصلصة رح تكون عبارة عن شو؟ اللي هي بصل وفليفلة أو فلفل حار، وبنقليهم مع بعض، وبنحط باقي الزهرة اللي أصلاً إحنا ما بنقدر نعملها. يعني الزهرة مش لما بتقطعيها بينزل منها فتفيت وهيك شغلات صغيرة، حرام نكبها. هاي أنا مثلا ما بكبها، بروح بقليها وبحطها مع هاي الطبخة. وفي منهم أصلا يعني زهرة ما بتقدر، بيكون عنقها كتير قصير، صعب تلبسيها، مش رح تبين يعني، عرفتي. فهلأ إحنا بدنا نعمل البيسك، الصلصة من هاي الزهرة مع البصل والفليفلة. هاي برضو انت ابتكرتيها ولا هي مع الطبخه هيك؟ لا هو صراحه هي انا جبتها، لانه هي لا اللي تعلمتها انا انه هدول اللحمه بالطريقه هاي. الزهره مع بصل تحتيها وفلفل. اوكي وبتدخل الفرن وبنحط لها ليمون وبقدونس. طيب بس هي انا قلت حرام تنكب يعني. اوكي، يعني هلا حطينا البصل، بدنا نحط الزهره اللي ما قدرنا نحط عليها اللحمه. ايوه لا الصغيرة. بدنا نحط الفليفله كمان. اوكي، بصل وفليفله والزهره، فلفل وفلفل حار، يعني هو مخلوط. اوكي هلا على بين ما يصير هذا، طبعا قلنا اللحمه بدنا نضيف لها بيض، انا هون عندي نص كيلو. ليش بتحبي تضيفي لها البيض؟ هلا البيض عشان يمسك، يعني البيض لازم يمسك في اللحمه عشان تمسك. وبنحط لها كمان شويه ملح وفلفل اسود. ما بنكتر يعني، لانه الطبخه رح يكون فيها ملح وفلفل منيح. نخلطهم. هلا هاي لما نخلطها لازم نتركها شوي ترتاح. هي لازم تتماسك اللحمة شوي عشان نقدر نفردها على ايدنا ونلبس الزهرة. بتفضلي نوع معين من اللحمة؟ هي أنا يعني دائما بستخدم صراحة العجل لأنه دهونها أخف. وما تنسي كمان بدنا نقليها، يعني إحنا بدناش الطبخة تطلع كتير مدهنة. أوكي هلأ بنضيف هون شوية ملح للبصلة قبل ما نضيف باقي البهار.
هلا بنضيف الفلافل. بس نضيف الفلافل ونحرك. نحط باقي البهار عشان البهار يتقلى. هلا هذا غير الاكل الهندي، احنا الاكل الهندي اللي بنعمله انه بنقلي البهار اول دائما. بلادنا ما فيها كثير بهارات، فما بتحتاج انه الاكله تطلع بهاراتها كثير قويه. يعني احنا بنحتاج الكمون، بنحط كميه عليه لانها زهره. الكركم عشان تعطي لون حلو مع لانها بدون صلصه بندوره ولا شيء على مرقتها. والفلفل الاسود ضروري باكلنا، بس كركم وكمون وفلفل اسود، وفلفل اسود وملح. هاي تقدم مع الرز صح؟ هاي فيكي تاكليها مع الرز، واذا بدك غماس يعني عادي. يعني هلا مثلا انا بحط معها 3 كاسات مي ليه، عشان انه بتعرفي الاولاد بحبوا الرز ياكلوا مع الرز. في ناس مثلا لو حطوا كاستين بالفرن تتسبك تطلع هيك سميكه شوي، بياكلوها غماس. هو يمكن الستات زمان كانوا بحبوا الغماس اكثر، والناس زمان بحبوا الغماس اكثر. يعني انا بحب هيك نركز هلا بخطوات الاكله بعدين. اوكي هلا احنا فيسبوك. هلا احنا طبعا هلا احنا زي ما قلت حطينا البصل والفلفل وحطينا البهارات عشان تتقلى. اوكي تمام. هلا بس تتقلى شوي. طب اتركها تتقلى واقرا ولا في خطوات رح تعمليها؟ اوكي بس بدي احط هون الزهره شوي، هي ما بدها تقلي كثير لانها رح تستوي بالفرن. وبدنا اياها شوي تضل محافظه على قوامها. هلا انت قليتها طبعا. هذه طبعا مسلوقه لمده، قلت مكتوب انه نحطها بالمي لمده دقيقتين ثلاثه. نحط معها كركم وكمون عشان يصير كمان لونها حلو وملح طبعا. وبعدين قليتها يعني زي باقي الزهره عشان تكون كلها نفس الطعم. هلا هاي قلنا البيسك الصلصه راح يكون، بنحط معها مكعبين المرقه. اوكي فيك تقراي هلا اذا حابه. اللحمه امتى راح نعملها؟ هلا مضطرة استخدم ايدي. اتس اوكي مش مشكلة. طيب هلا في شغلة بالنسبة للزهرة، هلا احنا لما نقصها الزهرة دائما ما بتطلعش معانا زي ما بدنا. مثلا هلا ممكن هاي لها عنق هيك زابطة مثلا. هاي الحبة هيك. هلا مثلا هاي كبيرة، شوفي عنقها قديش صغير. شو بنعمل نحن؟ بنشيل الأطراف عشان تبين انها يعني فيك تمسكيها وتبين بالطبخة. اوكي هاي لا هيك ماشي الحال. هلا مضطر استخدم ايدي معلش. اقلب لك اذا بدك. هلا بس بدي اضيف لها شويه مي وبتركها تتسبك بس. هلا ما في مي هون؟ في هون. مش رح نكتر لها مي. اوكي اوكي هلا شو رح يصير؟ هلا اللي رح يصير انه طبعا هي لازم اللحمه تكون طبعا نتركها شي نص ساعه لما نسويها عشان تكون مرتاحه متماسكة. ايش بعد ما نحط عليها البيض نتركها شي نص ساعه بتتماسك اللحمه، بتبين متماسكه وفينا نشتغل فيها. اوكي هلا شوفي كيف نفرد اللحمه. ماشي الحال. خلينا نختار مثلا هذه. اوكي هلا بنلبسها للزهره من فوق، بنحاول نفرد اللحمه عليها. اوكي طبعا المكان مش مغطى. خميلة ولا مش؟ لا لا رقيقة هي رقيقة. بس تمسك اوكي هلا شوفي كيف تغطت. وردة. هي هيك وردة. هلا وصلت فكرة هذه. وصلت الفكرة. هلا بدنا نقليها صح؟ هلا بتنقلها هي المفروض. ماشي الحال. أنا جايبة مقلي وجاهز. نقليها زي ما هي. زي ما هي بتسقط الحبات بالزيت الغزير. غزير. يعني غزير يغطيها يعني. إنها تكون هاي الطابة جوا الزيت. اوكي. اوكي. هلا
نورة خوري بتحكي لك جود لك ماما، بدي اصبر عليها بنتك. بنتي هلا ماما. هي رح تطلع معانا بالضبط هيك الوردات الزهرة، هاي العنق وهي الوردة لابسة أو اللحمة لابسة الزهرة، هي هاي الوردة بيطلعوا معانا بهذا الشكل. هلا لما بنقدمهم بيكون شكلهم كتير حلو بالضبط هيك، يعني احنا بدنا العنق هذا ضروري يكون موجود حتى تبين انها زهرة. هلا الزهرة الكبيرة مثلا بهاي الطبخة احسن يمكن صح؟ هو حسب يعني. هلا في زهرة إذا كانت عروقها كتير ضخمة بيكون كتير قصيرة كمان صعب إنك شو اسمه يعني تحطي لها لحمة، برضو بدك تقشطيها يعني من الزوايا. هي في زهرة بتطلعي فيها هيك بتلاقي عناقيدها طويلة شوي. صح أوكي. طيب مازن زيود، مازن زيود صباح الخير. ونوال بتسألك إذا ضروري البيض حكينا عشان يكون متماسك. عشان يكون متماسك هي الطريقة فيها بيض، الكيلو اللحمة له بيضتين هيك الطريقة. ماجد أحزيم، عماد عرنكي صباح الخير، وحمزة رحامنا صباح الخير، رزان يعطيكوا العافية الله يعافيكي، نور حماد. هلا فيني أحط هدول؟ فيكي أكيد. أوكي هلا بنحط البيسك تحت. شايفة ما عليها دهون، يعني اللي بيخاف من الدهون أصلا هي ما فيها دهون. هلا أوكي شايفة يعني بحب الزهرة، هاي أكلة مميزة صراحة. مميزة. هلأ هي ضايل إنها بدها تستوي، يعني بدها تقريبا ساعة بالفرن. ساعة بالفرن بدها على هذا. شوفي هلأ أنا صراحة بقدمها بصينية التقديم هيك عادة، يعني لما بعملها هايها بحطهم بشكل مرتب. قلت عملتيها للعيلة وحبوها؟ أبوي حبها. بس أبوكي؟ أبوي وولادي وجوزي كمان حبوها. يعني حبوها أنا يعني. شوفي أنا أبوي ذويق عشان هيك بيهمني رأيه بالأكل، وحتى جوزي كمان من النوع اللي صعب في الأكل. عم بيحضرونا ولا أبوي بالأشغال؟ حبيبي أبوي نصبح عليه عمو حبيبي. أوكي بتعرفي لما تكوني متجوزة واحد ذويق بالأكل مشكلة بغلبك. ما أنا متغلبة بصراحة اللي مش على الهوى متغلبة أنا. تضحكي عليه بأي شيء بس بيعلمك تكوني كتير شاطرة صح؟ شوفي هو ما بعرفش يطبخ أصلا عشان يعلمني، بس هو يعني إله إله. لا بس بخليك تنفسي حالك على القليلة. أوكي هلأ هيك هاي الطبخة اسمها الطبخة بيسألوا زهرات الأرنبيط باللحمة أو زهرات الزهرة باللحمة. هي الزهرة لأنها زهرة باللحمة. أوكي هلأ بنضيف عليها شوية ليمون. ماشي نتفة صغيرة لأنه الليمون بالفرن كتير بمرمر. ماشي بس نطلعها من الفرن بنرجع بنضيف شوية ليمون وشوية بقدونس. البقدونس بنحب يضل أخضر. نعمل هاي الخطوة هلأ ولا بعد الفاصل؟ هلا بنحطها بالفرن. بعد الفرن بنحط الليمون وال حطيت شوي ليمون هلا. أوكي. طيب فيني احطها؟ اكيد فيكي. بنحطها وبنطلع فاصل. رح نحضر كمان كيكه مميزه في الصحن. كيكه اليقطين بدي اصبح بشكل سريع كمان على سهى الشيخ وهنا محمود. صباح الخير. اوكي يلا نطلع فاصل. اوكي فاصل ونكمل. رح نعمل كيكه مميزه مع الست فاطمه. خليكم معنا على رؤيا. We'll be right back.